نجهز الفسيخ البوري استقبال عيد الفطر المبارك، عشان بالعادة الناس بعد رمضان لازم تملح وتاكل الفسيخ. احنا قبل 6 شهور بنجيب الفسيخ سمك بوري طازة، بنحط ملح عليه وبنسكره بإحكام مغلق. بعد 6 شهور بنفتح البراميل، بنبدأ نعصفر وبنحط عليه الملح المعروف الأصفر، يعني نصبغه أصفر. هذا الملح المعروف عشان يعني تعرف عليه بالسوق. عندنا نوعين للسمك، سمك بوري وسمك جرع. سمك البوري بالعادة يعني الناس بتاخده أكتر، هو طاز. في كمان يعني السردينة، بس الإقبال أكتر إشي على البوري والجرع، هما يعني مناسبين في السعر وفي كل إشي. السنة هذه الأسعار البوري مثلا 35 شيكل زيه زي السنة اللي فاتت والقبلها، منيح يعني السعر، والجرع ب 25. السنة إن شاء الله الإقبال حيكون عالي على الفسيخ، لأنه السنة اللي فاتت ما كانش الناس اشترت كتير فسيخ بسبب الحرب اللي صار السنة اللي فاتت. السنة هذه إن شاء الله حيكون الإقبال منيح. اللون الأصفر يعني بنعمله أصفر عشان الناس بترغبه، وهذا اللون يعني ملفت للناظرين، ولونه معروف مشهور من أيام الفراعنة، لون الفسيخ أصفر. صار عليه ملح أكثر من الكاش.